استاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك وحضره الشيخ بس سؤال، بس عن الحياه بتاعتنا بتاع البيت. الحياه ايه يا فندم؟ على المشوار بتاعنا بتاع البيت، زعلان انا والمدام، وفي حاجات معينه كده يعني. سمعت البرنامج من حضرتك وارتحت الكلام معاكم شويه. ربنا اهلا يحفظك وسهلا، ربنا يكرمك. اتفضل. يعني انت متجوز من كام سنه؟ انا ديلي كده في حدود 14 15 سنه، ومعايا ثلاث عمر. بس هي يعني ست 10 على 10 معايا في البيت، ومخلصه وكل حاجه تمام. كويس. تمام كويس. ماشي، وربنا ربنا يهديها يا رب، ربنا يهديها يا رب، يهدينا جميعا يا رب. بس عيبها حاجه واحده، الوسواس. طب الوسواس في اي اتجاه؟ يعني نظافة في اي منطقه بقى ولا ايه؟ حضرتك بص، تبقى معايا 10 على 10 وتمام التمام وكل حاجه، تبقى معايا مؤاخذه في الكلمه في البيت معايا، هي بص مش مخلاني عايز حاجه. بس عيبها، او انا اتكلمت انا وحد يبقى بنتكلم عليها. لو ايه؟ لو اتكلم مع حد تفتكر بيتكلم عليها، عندها وسواس يعني. ايوه ماشي، شك يعني. وعندها مؤاخذه في الكلمه، انا يعني انا اصغر واحد اخواتي. بس عندي عند اخويا انا يعني دخل يعني مؤاخذه بالكلمه، كنت انا صغير واتجوز يعني من بدري قوي، مراته كانها اللي مربياني. هي بتغير منها جدا. ليه؟ ما هي انت بتقول كانها مثلا اختك الكبيره مثلا. هي ايه؟ اختي دي مش اختي، ده عم من والدتي. اخوه كبير اما اتجوز كان هو طفل، فمرات اخوه هي اللي مربياه، فهو كويس. بيحبها كانها امه، فمراته بتغير منها، بتغير بقى من حبك ليها يعني. بس دلوقتي من ساعه ما اتجوزت بيجي كل حاجه بيتي وكل حاجه تمام تمام، تفكر ان احنا مؤاخذه بالكلمه شغلي وكل حاجه لا هي مش ليها يعني، تفكر كل حاجه انا بديه لهم. انا الكلام ده ما بيحصلش. يعني هي زوجتك، شك هي زوجتك شكاكة. كمان بتحب التملك صح؟ طب هو معلش، فرق السن ما بين حضرتك وبين مرات اخوك قد ايه؟ لا هي بتقول بيديها 10 سنين. بتقول بيديها 10 سنين مش كتير يعني. هي بتفتكر مراته بتفتكر ان هو بيدي لاخوه ومرات اخوه حاجات، هما ما بيديهمش حاجه. مثلا فلوس او يشتري لهم حاجات. هي مفكره كده، هي بتفتكر كده. هي مراتك عندها مرض الشك. ايوه هو كده. فهي بتشك في كل حاجه. انا هنصحك نصيحه، انت شغال بتشتغل صح؟ انا كنت سواق في شركه جوهينا، وربنا راضي ان انا صفولي وتمام تمام كده، شغال سواق باليوميه. طيب انت شغال باليوميه يعني. خلاص ربنا يسترك يا رب ويرزقك الخير يا رب. يا رب شوف يعني انت تتعامل معاها بالطريقه دي. بالنسبه للناحيه الماليه، لو انت هي اللي بتصرف في البيت وهي اللي بتطلع بتاخد مصروف البيت عشان الاكل والشرب، قول لها بصي انا مصروفي النهارده 60 جنيه 70 جنيه، تاخدي كام للبيت؟ وطبعا يا ريت ما تقولش الرقم الحقيقي يعني. يعني انت لو يعني لو بتاخد 100 جنيه قول لها انا 70 جنيه همت معايا خلاص، انا 70 جنيه انا هديك منهم 50، وانا ال 20 سيبيهم مواصلات معايا. واخد بالك؟ وبالتالي انا اسف على كلامك. قول انا اسف جدا يعني. اللي حصل انا كان معايا اما ربنا اراد جبت عربيه واشتغلت بيها وتمام تمام وكل حاجه، جيت ربنا اراد ان هي عملت حادثه. ماشي، كان الدخل بتاعي كان كويس بعربيتي وكل حاجه وتمام تمام ماشي، كنتش معايا زيت حاجه. دلوقتي الدنيا اتزنقت شويه. طبعا كانت هي لقمه عيش ومصدر رزقي هي العربيه دي. تمام. جيت طبعا لما عملت الحادثه ولا ورايا ولا قدامي، شغل 43 سنه ضاع مني. ماشي، فانت قصدك ان دلوقتي الدخل يعني قليل. قليل. هي طبعا شكت وراحت عامله معايا مشكله وتمام تمام، ومش عايز اقول الكلام اللي حصل عشان هي رافعه عليا في محكمه الاسره والكلام دوت. ايه ده، هو انتوا انفصلتوا يعني؟ لا هي قاعده معايا في البيت. قاعده معاك ورافعه عليك قضيه؟ قضيه نفقه؟ ما يعني معلش انا اسف، هو انت ما بتديهاش فلوس؟ لا بديها، انا بصرف، انا معايا عيال اهم. طب امال رفع قضيه نفقه ليه؟ اهو كده طبعا حصلت مشاكل في البيت زي ما بقول لحضرتك كده اهو، والبيت اللي احنا قاعدين فيه ده حاج مسكن يعني اسره عيله. بيت عيله. هو في حد من اهلها بيتكلم معاها ويقول لها ارفعي قضيه او حاجه؟ مين؟ في حد من اهلها بيتكلم معاها بيقول لها ارفعي قضيه؟ خالتها وابن خالتها. هم كده بيخربوا عليها يعني، لو الكلام ده صح يعني فهم بيخربوا عليها. وابن خالتها ده المحامي اللي هو بتاعها. ماشي يا استاذ محمد، ربنا يهدي الاحوال يا رب. هو شوفي، هو الزوجه الصالحه
لو احنا دايما بنقول بنتعلم سيره النبي عليه الصلاه والسلام، فاحنا بنتعلم سيره النبي عشان تكون في عظه وبناخد منها العبره. لما نشوف السيده خديجه رضي الله عنها، السيده خديجه لما نيجي نقرا في تاريخ وقصه السيده خديجه رضي الله عنها، هنلاقي ان الامه دي مدينه للسيده خديجه بفضل كبير لن تستطيع ان توفي خديجه رضي الله عنها حقها الى يوم الدين. كل الامه دي ليه؟ هي اللي سندت سيدنا النبي، وهي اللي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من لحظات الضعف البشري، وقالت له والله لن يخزيك الله أبدا، وإنك 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 وإنك، وكانت تصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمال. الزوجة الصالحة هي اللي بتقف مع جوزها في الحلوة والمرة، هي اللي بتكون والله لما زوجها يبقى معها فلوس بتقول له ما شاء الله ونحوش للزمن، ولما ما يكونش معاه تقول له نصبر، فالحمد لله ده ربنا كرمنا سنين كتيرة جدا يعني ما جاتش على كام سنة، وإن شاء الله ربك يفرجها ويعدلها بإذن الله تعالى. لكن محدش يلعب في دماغها ويقول لها روح ارفع قضية، هتاخد إيه؟ نفقة إيه؟ المحكمة هتحكم لها 2000 يعني؟ هو ما فيش 1500 2000 3000 جنيه، وممكن يكون بيديها أكتر من كده. وخلى في شيطان جه كده شق القلوب، وبقت القلوب للأسف الشديد منشطرة. فاحنا محتاجين ان هو حد يقعد معاهم، يقعد معاهم يوعيهم ويفهمهم الكلام ده، ويفهم الزوجه دي ان الدنيا فوق وتحت، احنا ماشيين منحنيات بالطريقه دي طبعا. الزوجه الصالحه لابد ان تصبر كما في الايام الحلوه في فلوس وربنا مبارك، احيانا بيبقى ايام الضنك والهم والغم ده، نصبر وربك ان شاء الله يعدلها وتقف سند في ظهر ايه؟ ظهر زوجها. وانا اتمنى من الحكماء اللي عندهم في العيله ان هم يقعدوا معاهم الاثنين ويصفوا المشاكل ما بينهم دي. وبعدين هو جزاه الله خير قال حاجه حلوه قوي، قال كلها حلوه كل حاجه فيها خير الا حاجه واحده بس، يعني ما قالش ايه ده عندها عيوب كتير. ربنا يبارك فيه يا رب.